بت اللقاء بتاعنا النهارده عن المرور وقانون المرور والحواديت دي كلها. الاستاذ مفيد فوزي كان عامل استضاف الاديب الكبير الاستاذ توفيق الحكيم. والاستاذ توفيق الحكيم تكلم عن احترام المرور وازمه المرور. شوف الكلام ده من امتى، واحترام الاشارات. تعالوا نشوف الكلام ده في مسبيرو يتذكر، وكمان نستقبل ضيفنا النهارده. الجمهور دي مهمة جدا، يعني اللي انا ملاحظه انك انت مثلا عايز تعدي من الرصيف للرصيف، وايه وليك الحق الان ما يقول مفتوحة لك انت السكة الخضراء للمرور. تبص تلاقي واحد راكب سيارة مستعجل، ما عندوش مانع انه ولا يهمه اللي بيمر ده هيدهسه ولا ما يدهسوش. بره ما تلاقيش الكلام ده، بره تلاقي ان الاشارة بيراعيها صاحب اللي انا كنت في اوروبا، يعني في البلاد دي تبص تلاقي بالليل اكون راكب مثلا جاي من تياترو من سينما الساعه 12، الشارع خالي، والاقي التاكسي او الاقي العربيه راحت واقفه من نفسها. الله، الشارع فاضي. قال لي عشان العلامه حمراء. الله، ما فيش حد، ده احنا في الهو في نص الليل، ازاي تقوم تقول انك انت ما توصلنيش؟ يقول لي ما وصلكش في المحمرة ابدا، ده لازم اقف. بتوقف لمين؟ انت شايف حاجه؟ قال لا، ما انا بشوف الاشاره، ما دام ده القانون، متى كان الاحمر لازم نقف. فده ما فيش مرور شرطه، الشرطه روحوا كمان، هو شوف في شرطه نص الليل هناك؟ لا، انما الواقع الحاصل ان الجمهور والسواقين فاهمين تمام احترام الاشاره. يجب هنا دي بقى تعملها ازاي؟ والمتاعب الانضباط النهارده انا برجعه مش للبوليس، عمل كل ما يمكن عمله من اكتر من واجبه كمان، يعني حقيقه. انما ايه متاعبه ده؟ هو اللي هو ده اللي يقولنا عليه متاعبه مع الجمهور، لان الجمهور عايز يتربى على انه ما يرتكنش على ان في ضباط هيمسكوه او مرور. لا، المساله مساله اخلاقيات، انك انت لازم تشعر ما دام في الشارع إشارة تحترمها. هناك كمان ممكن تلاقي قطة فايتة قدام عربية يجي واقف، مش يلا، لا أبدا، لازم يقف. إنسان حيوان يحترم مرور. أنا مرة برضو كنت مش عارف في باريس ولا فين، بمر من رصيف لرصيف في شارع ضيق قوي كده، وبعدين كان فيه سيارة سايقها واحد وطالع بيها، فأنا مش واخد بالي، بصيت لقيت نفسي ما حصلش حاجة، انما كان بيني وبين السياره زي ما تقول يعني زي 5 سنتي كده، حاجه كده. انا وقفت بصيت لقيت العربيه وقفت ونزل اللي بيسوق وقعد يتحسسني، مفيش حاجه حصلت بشكل. قلت له يا سيدي ابدا، هو انا بس حاجه مستني، انت منزعج ليه؟ قال لي لا بس انت، طب يعني متاكد ان انا ما مستكش؟ قلت له مش ممكن، قلت انا زمان يعني. قال لي ابدا، انا وقفت لما حسيت كده، هو ان يعني قربت قوي رحت واقف. انا سالت ايه بيعمل كده ليه؟ هو خايف اكتر مني، لان دي مسؤوليه عليه، مسؤوليه يظهر. ما اعرفش هل ده راجع لانه القضاء هناك عنيف في كده، يعني يقول لك لو حصل له بس حاجه اتقطعت شويه تعويض، اي خدش، اي ما فيش خدش، نعم. بس لما اي حاجه بسيطه تعويضات بالزبط. فالمحاكم هناك قاسيه، نعم. لعدم الانضباط قاسيه، نعم. مش تقعد بقى تقول الادله. انا بسال مره برضو كنيابه في مش حاله زي دي، قال لي لا، ما هنا الخطا مزدوج، في خطا على البولي على مش عارف ايه وخطا على. قلت له ازاي كنتوا هتقعدوا بقى تفادوا؟ ما فيش انضباط، لازم انتوا في المحاكم تكون يعني فعلا اما تلاقي مخالفه تكون شديده علشان ما يعملهاش تاني.